أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين بحلقة جديدة من برنامجكم خطوات أردنية. رحبوا معي بضيفي لهذه الحلقة الكابتن بلال الدسوقي. بداية يسعد مساك. يسعد مساك يا كلك سو. في بداية كابتن بلال، حضرتك صاحب نادي العودة للتايكوندو وبتحديد في عمان، اتعرفني وتعرف السادة المشاهدين بنبذة بسيطة عن حالك. أنا الكابتن بلال الدسوقي، مدرب مركز العودة، حاصل على الحزام الأسود درجة ماستر 5 دان، حكم وطني درجة أولى ومدرب معتمد من الاتحاد الأردني للتايكوندو. افتتحنا مركز العودة كأول مركز ضمن نطاق مخيم البقعة ولواء عين الباشا، وكان أول مركز معتمد من الاتحاد الأردني. طبعاً المركز فتحناه كان بالبداية مركز صغير، توسعنا مع الوقت والحمد لله رب العالمين. المركز كثير قوي، بنشارك في بطولات، وأنا أسست بطولات على مستوى المملكة ما يقارب 5 بطولات. ابتدينا من 2019 بأول بطولة، وال 2022 30/12 كانت آخر بطولة اللي هي الخامسة، والحمد لله رب العالمين كانت بطولاتنا كثير ناجحة وكثير قوية. وفي عندنا طلاب، احنا بنستهدف الفئات العمرية من 4 سنوات لغاية 18 سنة، طبعا ذكور وإناث. عندنا مدربة وعندنا مدربين، وعندنا طبعا احنا بنستهدف أكثر إشي الأساس بالرياضة تاعتنا، رياضة التايكوندو. نتفرع منها كمان في الدفاع عن النفس ورياضة قتال الشوارع، مندرب قتال شوارع بحركات بالشهر مثلا مرة ومرتين. طبعا فتحنا فرع لأهالي عين الباشا، مركز أصول عين الباشا للتايكوندو. بالتوفيق. بس تحكي لي شوي أكثر عن بداياتك، بما أنه نحكي أنت تقريبا أول نادي عم تفتح داخل مخيم. نعم. أنت كيف إجتك فكرة إنشاء هذا النادي، وليش أنت بالتحديد لما قررت تفتح أكاديمية خاصة بحضرتك فتحتها داخل المخيم؟ طيب أنا أصلا مواليد مخيم البقعة. نعم. بس تربيت من البداية بجويدة بعمان، بمنطقة بجويدة. تدربت على إيد مدربي الماستر محمد الكفاوين من 2003 ل 2011، بعدين تعرضت لحادث سير وقف المسيرة تاعتي وأنا لاعب منتخب. فرجعت بال 2017 أدرب عند مدربي. بعد سنتين طبعا الأهالي كانوا هناك كثير شجعوني أنه أفتح نادي وأفتح مصلحة، لأنه كثير يعني الحمد لله رب العالمين كانت علاقتي بالأهالي وبالطلاب، وكان كنت أنجز عنده. فقررت أنه أفتح المركز. فكنت يعني لما كنت بزيارة عند أقاربي في المخيم هون أبحث عن نوادي عشان مثلا أروح أتفرج كوني لاعب، ما كان فيه، فكانت الفكرة في بالي، فلما كبرت نفذتها يعني. نعم بتوفيق. بس تعرفني بالتفصيل على أهم الخدمات اللي أنتوا عم تقدموها بأكاديمية العودة. إحنا بنقدم بالنسبة للأطفال أهم إشي إنه الطفل لما يجي عندنا بتخلص من حاجز الخوف، الاجتماعية عنده بتقوى. طبعا كثير احنا بندور انه الطفل يكون زي ما بنحكيها قد حاله، تمام. فالولد بالاختلاط مع الطلاب هون بالمركز ومع التدريب كثير شخصيته بتقوى، فاحنا بنشتغل اول اشي اساسا على قوة شخصية اللاعب، من ثم بنشتغل على قوته البدنية، بعدين بنتأسس منه لاعب. لانه اللاعب اذا ما كانت شخصيته قوية وما بخاف مستحيل يصير لاعب شو ما كان مستواه كويس. فالحمد لله هذا الإشي احنا بندور عليه، عن كيفية الدفاع عن النفس، عن كيفية انه اللاعب يتعامل مع اي موقف بصير معه بالشارع. وهذا الإشي الحمد لله رب العالمين بيعكس فيدباك كثير كويس عن المركز، وسمعت المركز كثير قوية بالإشي هذا. نعم. بس شو اللي عم بيميزك عن المراكز الثانية؟ اللي بيميزني عن المراكز الثانية انه بالمنطقة يعني. نعم. انه انا المدرب الاعلى انجاز والاعلى فنيات لحد اللحظة بين كل المدربين. علاقتي بطلابي كثير قوية، يعني طلابي ما بفرطوا بالمركز اللي هم فيه والحمد لله. وإشي تاني، إحنا كثير بنقدم جوائز لحفظة القرآن للمتفوقين دراسياً، للطلاب اللي يعني أي إشي بيعمله الطالب إشي كويس بوقت عليه مكافأة، هذا الإشي مش موجود بالمراكز الثانية. نعم. بس تحكي لي شوي عن أهم المشاكل والمعوقات اللي أنت عم بتواجهها بهذا المجال. في هذا المجال ما في معوقات بصراحة، يعني سوى يعني تقدر تحكي الوضع الاقتصادي بشكل عام بالبلد فقط لا غير يعني، بس الحمد لله يعني المجال ما في معوقات نهائيا يعني. بالعكس احنا كثير يعني بالنسبة لغيرنا الحمد لله رب العالمين مركزنا كثير متطور وكثير كثير وضعه منيح يعني. ننتقل إلى الجانب الوطني، لو قدر لك والتقيت بصاحب الجلالة ماذا ستقول له؟
طبعا احنا نشكر جلالة الملك على كثير من الشغلات، منها دعم الرياضة، دعم الرياضيين على مستوى الوطن، ورياضة التايكوندو كما هو يعني كما الكل بيعرف انه رياضة التايكوندو الأعلى إنجاز، الأعلى إنجاز على مستوى العالم. الأردن مميزة جدا برياضة التايكوندو، كله طبعا بدعم جلالة الملك والعائلة الهاشمية وسمو الأمير راشد طبعا اللي هو رئيس الاتحاد الأردني للتايكوندو. نعم، بس أكيد أنت في حدا ترك بصمة بحياتك وأعطاك الدافع لوصلت لهذه المرحلة، فأنت لما بتحب توجه رسالة شكر عبر برنامجنا؟ طبعا بوجه رسالة شكر لأهلي، لأبوي داعمي الأول، وأمي ومدربي طبعا اللي هو أسس النادي هذا معي وكان شريكي في البداية، مدرب الأستاذ محمد الكفاويين، بوجه له رسالة شكر لأنه هو اللي صنع مني لاعب، والحمد لله رب العالمين صرت مدرب. طبعا هذا الحكي كله بجهود. نعم، كيف يمكن للسادة المشاهدين التواصل مع أكاديمية العودة؟ تحكي لي أكثر وين مكانكم وأصلا طرق التواصل معكم. تمام، إحنا موقعنا بالضبط مخيم البقعة بجانب دوار الشؤون مقابل المدرسة الصينية. التواصل معنا إما على صفحة الفيسبوك مركز العودة للتايكوندو، أو على رقم هاتف الصفحة، رقم هاتف المركز اللي هو 0790-87-8710. شكرا لك. وفي نهاية هذا اللقاء أعزائي المشاهدين نود أن نشكر الكابتن بلال على حسن استضافتي لنا، وعلى أمل اللقاء بكم مجددا. وشكرا لك. شكرا. كل شكرا.